أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الوضع الإنساني في اليمن بعد إعلان الأمم المتحدة أن اليمن سيتجاوز سوريا من حيث الحاجة للمساعدات الإنسانية خلال العام المقبل. أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن سيتجاوز سوريا من حيث الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وذلك لأول مرة خلال العام المقبل. وأوضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة الدولية تحتاج إلى أكثر من 4 مليارات دولار لتوفير مساعدات أساسية لليمن في عام 2019 مقابل 3.5 مليار لسوريا. ولفت التقرير إلى أن مواجهة الأزمات الإنسانية في مختلف مناطق العالم العام المقبل يتطلب توفير 25 مليار دولار. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين. في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، ما مدى تحرك الجهات الرسمية لمساعدة اليمنيين؟ وما مدى تحرك المنظمات الدولية في التخفيف من تدهور الوضع الإنساني في اليمن؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. لم تعد اليمن على حافة الأزمة الإنسانية بل بداخلها، فالأوضاع في اليمن وصلت عسكرياً إلى طريق مسدود، ولم يبقى أمام اليمنيين سوى الانخراط في تسوية سلام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا ما خلص إليه ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الذي أكد على أن قرابة 20 مليون يمني في قائمة الانعدام الغذائي، بينما يعيش أكثر من 10 ملايين على عتبة الفقر المدقع. الأمم المتحدة التي ترعى مفاوضات السويد بين وفدي الشرعية وميليشيا الحوثي أعلنت الثلاثاء الماضي عن أن اليمن قد تتجاوز سوريا من حيث الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، فاحتياج اليمن في العام المقبل قد يتخطى 4 مليار مقابل 3 مليار لسوريا. التدهور الإنساني المتفاقم يضع المواطنين أمام مواجهة مريرة ووحيدة مع العجز المتسارع في إمدادات الغذاء، كما تفيد تقارير الأغذية العالمي، حيث ثلث السكان ليس لديهم القدرة على توفير المواد الأساسية. هذا الوضع الإنساني الذي يتفاقم على نحو المتسارع قد يجعل اليمن في المركز الأول في الاحتياج الغذائي بتحذير الأمم المتحدة، لكن هذا الأمر المروع لم يحرك ساكناً لدى الشرعية والتحالف. ومع ذلك فإن الأنظار تتجه بأمل نحو السويد التي ستشهد مفاوضات يقول منظموها بأن نتائجها ربما تصب في إطار وضع حلول لمعالجة الوضع الإنساني. ينضم إلينا من تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي. أهلا بك أستاذ ياسر. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أستاذ ياسر، إذن وضع إنساني متفاقم ومناطق جديدة أيضا بحاجة لمساعدات، وفق توقعاتكم إلى أين تمضي معاناة المدنيين؟ بداية دعني أقول أن 4 سنوات من الصراع المسلح في اليمن كانت نتائجه كارثية على السكان المدنيين. هذا الصراع خلف عديد من الكوارث الإنسانية، سواء مثل ذلك في نقطة الغذاء أو الإمدادات الطبية أو انعدام المياه أو شحة المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى أزمة تتعلق في النزوح والتشرد لآلاف من السكان المدنيين الذين عانوا من هذا الصراع المستمر، سواء هنا في محافظة تعز أو العنين في محافظة الحديدة أو عدد من المحافظات اليمنية كصعدة والجوف وغيرها من المحافظات. هذه الأزمة الإنسانية التي بدأت منذ اجتياح أو سقوط العاصمة صنعاء تتوالى وتزداد اضطرادا حتى وصلت إلى هذا الحد من هذا الحد من استطيع القول أنه أصبح كل اليمنيين على شفا مجاعة محققة، سواء ذلك في الأمن الغذائي أو غيرها من أوجه الاحتياجات الإنسانية. الكثير من اليمنيون هنا في محافظة تعز أو في محافظات مثل الحديدة التي تشهد صراعا عنيفا
لنقول أن الأزمة الغذائية وصلت فيهم حدا لا يمكن وصفه، وخصوصا منهم النازحين أو الذين تشردوا بسبب الصراع المسلح. النازحون أو الذين تشردوا من محافظة الحديدة إلى محافظات تشهد صراعا مسلحا آخر كمحافظة تعز إضافة إلى محافظة عدن أو لحج أو غيرها من المحافظات، هؤلاء هم الأكثر تضررا هذه اللحظة. وتوقعاتنا نحن كمنظمات مجتمع مدني بأن هذه الأزمة الإنسانية صراع المسلح أولا ويفتح كل المنافذ البحرية والبرية والجوية أمام كل المساعدات، أمام كل الواردات التي يمكن أن يستفيد منها اليمنيون. غير ذلك فنحن نتكلم عن نتحدث عن طاحونة الهواء التي لا يمكن أن تتوقف معها الأزمة الإنسانية مع استمرار هذا الصراع المسلح والذي يزداد قتامة أو يزداد عنفا كل يوم، ولا يمكن التعويل على هذه المشاورات التي يتحدث عنها السياسيون أو فرقاء أو أطراف النزاع. لا يمكن أن نتحدث عن انفراج في هذه الأزمة الإنسانية ما لم يكن هناك رغبة حقيقية من كل أطراف الصراع للعمل بشكل جدي مع السكان اليمنيين ومن أجل السكان اليمنيين. طيب نشرك معنا ايضا من عدن غالب القديمي، راصد في اللجنه الوطنيه للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان. اهلا بك استاذ غالب. اهلا وسهلا عزيزي. بدايه كيف تنظر الى واقع الوضع الانساني المتدهور؟ في الحديث الوضع الانساني في محافظه الحديده خاصه وضع سيء جدا ووضع مأساوي. عندما نسمع المنظمات الدوليه مثل اليونيسيف والامم المتحده تتحدث عن ملايين، تدفع ملايين الدولارات والجنيه الاسترليني واليورو، لا ادري الى اين تذهب هذه الملايين. اعتقد انها تسرق او تؤخذ. مئات الالاف من الاسر لا تجد لقمه العيش، لا تجد الايواء، لا تجد العلاج. النازحين في الساحل او في المحافظات لا يجدون ما ياكلون او ما أو أماكن إيواء لهم، بينما الملايين والمليارات تقدم حسب تصريحات الوكالات الدولية والمنظمات الدولية لكنها لا تصل إلى اليمنيين المتضررين من هذه الحرب تماما. طيب أعود للأستاذ ياسر. أستاذ ياسر، بحسب بعض السكان في المناطق والمحافظات النائية يشكون من أن ربما الإغاثات والمساعدات لا توزع بشكل عادل ولا يتم تغطية وتلبية احتياجاتهم، أن هناك ربما تلاعب في توزيعها. ما تعليقك في هذه النقطة؟ هذه مشكلة تعاني منها كل المحافظات اليمنية سواء في الريف اليمني أو حتى في المدن. هذه مشكلة ناتجة عن عدد من العوامل. لنقول أولا أن هناك غياب أو ضعف التنسيق ما بين المنظمات الدولية فيما بينها أولا وما بينها وبين المنظمات المحلية ثانيا، إضافة إلى ضعف التنسيق ما بين هذه المنظمات والسلطات المحلية أو الأجهزة التنفيذية في المحافظات المستهدفة. هناك غياب شبه تام للسلطات المحلية فيما يتعلق إما بإعداد مسوحات أو خارطة توزيع تشمل كل المحتاجين وكل الاحتياجات الإنسانية والمتطلبات التي يحتاجها سكان هؤلاء الريف أو في المدينة. نتحدث هنا عن غياب السلطات المحلية أو المكاتب التنفيذية بشكل تام، يعزو إلى أن ضعف أو غياب السلطات الشرعية خصوصا في المناطق القاضي على سلطة الحكومة الشرعية. هناك ضعف وارتباك غير عادي في هذا الملف، وفي محافظات كمحافظة تعز مثلا هناك ما يسمى باللجنة الفرعية للإغاثة منبثقة عن اللجنة الفرعية العليا المشكلة من الحكومة اليمنية. دور هذه اللجنة هو إشرافي ويكاد يكون ضعيف
جدا على وليس له أدوات تنفيذية تجبر هؤلاء هذه المنظمات سواء الدولية أو المحلية في التوزيع العادل على هؤلاء السكان. بالطبع سكان الريف هم الأكثر تضررا أو الأكثر احتياجا بسبب أن كثير من أدوات سواء المواصلات أو الاحتياجات الصحية أو بعد الطرقات أو غيرها من هذه العوامل كلها تؤثر على هذا الريف عوضا عنه أو خلافا عما هو في المدن سهولة الوصول المنظمات أو الدولية أو المحلية أو النشطاء أو غيرهم سهولة وصولهم إلى هذه المناطق أسهل مما هو عليه في الريف. لذا فسكان الريف غالبا يتذمرون من سوء هذا التوزيع إضافة إلى أن ما يقدم من هذه المنظمات سواء الدولية أو المحلية وأتكلم هنا عن الدولية بشكل أخاص لأن ما يصرف من هذه المنظمات على ما يسمونه التدخل الإنساني أو الحماية أو في مجال الحماية للسكان المدنيين مبالغ مهولة ولا يكاد أي عاقل أن يصدقها لكن ما هو موجودا على الأرض لا يمكن أن يغطي بشهادة الأمم المتحدة نفسها أن ما تقوم بتوزيعه لا يغطي. طيب أنقل هذا التساؤل للأستاذ غالب القديم. أستاذ غالب برأيك لماذا لا تغطي هذه المساعدات المقدمة حجم الاحتياج الموجود اليوم في معظم المناطق وتحديدا المناطق التي تشهد مواجهات وتوتر؟ أخي الحبيب الأخ ياسر يتحدث عن ضعف تنسيق، هو ليس ضعف تنسيق وإنما ضعف رقابي. إذا كانت اليونيسف تنشر صورة لصحن فول وأنه يكلف 65 دولار للوجبة الواحدة، هذا ليس ضعف تنسيق، هذا ضعف رقابي. هناك سرقة واضحة تقوم بها المنظمات سواء الدولية أو المحلية. هناك فساد مالي كبير جدا مهول، ما يصل للفقراء ما يصل للمحتاجين لا يتعدى، لا تكلف السلة 15000 ريال، وإن وصلت أكبر سلة غذائية هي سلة دولة الكويت تصل سعرها إلى 35000 ريال. الفساد المالي الموجود أشد من 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 الفساد، فساد الأنظمة، فساد المنظمات أصبح أشد من فساد الأنظمة. نحن بحاجة إلى لجان رقابية تتابع وتراقب هذه المنظمات حتى تصل هذه المواد الإغاثية والإيوائية والصحية إلى مستحقيها. طيب سأعود لك أستاذ غالب، نشرك معنا بالنقاش من القاهرة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي. أهلا بك سيدة ريم. إذن وضع إنساني متفاقم في اليمن ومتدهور، تقرير أخير للأمم المتحدة يتحدث عن أن اليمن باتت أو ستصبح في المركز الأول وقبل سوريا من حيث الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، هل يمكن أن تضعينا أمام مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر؟ نعم، هو هذا الخبر ليس جديدا، فاليمن برنامج الأغذية العالمية يساعد حوالي 8 مليون شخص في اليمن، له حوالي عام حاليا أو أكثر من عام. في سوريا نحن نساعد أكثر قليلا من 4 مليون شخص، وهو يعني دعني أقول أنه هو ليس صداق في الأزمة. نحن في وضع سيء جدا في المنطقة وخاصة في اليمن. اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم. نحن نتحدث عن حاليا أكثر من 12 مليون شخص سوف يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوفير مساعدات غذائية لهم. التوسع في المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي هي حاجة ملحة لليمن ولإنقاذ أرواح الكثيرين الذين تدهورت حالتهم كثيرا خاصة بتفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، صعوبة حال أسر كثيرة جدا، خاصة يعني هناك أسر كما تعرف لم يعني موظفين لم يستلموا رواتبهم لمدة أكثر من عامين، فهذا وضع سيء. نحن نرى أطباء، موظفين، ممرضين يعملون ويشاهدون أطفال يموتون أمامهم بدون راتب.
طيب طيب أستاذة ريم، حديث عن أزمة إنسانية متفاقمة ومتواصلة في اليمن، وأيضا في المقابل هناك جهود تبذل، هناك مبالغ مالية ومنح تقدم لإغاثة الشعب اليمني، لكن تظل هناك تساؤلات حول أن هذه المساعدات لا تصل إلى مستحقيها، أين هو مكمن الخلل؟ أنا أعرف أن برنامج الأغذية العالمي يصل إلى قرابة 8 مليون شخص حول اليمن، هناك بعض الأماكن التي لا يستطيع البرنامج أن يصل إليها، وهي أماكن يستعر فيها الصراع بصورة كبيرة، هناك أماكن لا نستطيع الوصول إليها، هناك أشخاص لا نستطيع الوصول إليهم، حتى إن وصلنا إليهم مرة أو مرتين لا نستطيع الوصول إليهم بصفة مستديمة، واستدامة الوصول إلى الأشخاص المحتاجين المساعدات الغذائية هو ما يضمن لهم عدم الوقوع. طيب هؤلاء الناس هم الأكثر حاجة لهذه المساعدات، ما هي خططكم البديلة في منظمة الأغذية العالمية لإيصال مساعدات لهم؟ هل تعتمدون على وسطاء محليين؟ ما هي الخطط التي تلجؤون إليها؟ عفوا، خطة بديلة لإيصال المساعدات، إذا كنتم أنتم في برنامج الأغذية العالمي لا تستطيعون إيصال هذه المساعدات بحجة توتر الوضع وصعوبته. ولا برنامج الأغذية العالمي يستطيع، ولا أي شخص أي آخر يستطيع، هناك مناطق لا نستطيع الدخول إليها، برنامج الأغذية العالمي أكثر منظمة إنسانية في اليمن، يعني لك أن تتخيل أن نحن نساعد 8 مليون شخص في اليمن، هذه هي أكبر عملية إغاثة، فبوجود صراع، وجود مناطق لا نستطيع أن نصل إليها، كل ما نستطيع عمله هو إيصال هذه الرسالة، وهي وجوب وصول المواد الغذائية بحرية إلى كافة المناطق اليمنية. طيب سؤال أخير أستاذ ريم، مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يتحدث عن حاجته لأربعة مليارات دولار لتوفير مساعدات لليمنيين في عام 2019، إذا ما وفر هذا المبلغ هل تنتهي الأزمة، تخف هذه المعاناة؟ تنتهي هذه المعاناة بانتهاء الحرب. المساعدات الغذائية ما هي إلا مسكنات، يعني هي مساعدات حتى يستطيع الناس أن يستمروا في الوجود على قيد الحياة، ولكن ليست هي الحل الأبدي. لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي أن يوفر الغذاء لكل الأشخاص في اليمن، هناك أكثر من يعني قرابة يعني ثلاثة أرباع البلد يحتاج إلى مساعدات غذائية، ولكننا لا نستطيع أن نساعد ثلاثة أرباع اليمن. شكرا جزيلا لك ريم ندى، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. أعود لضيفي من تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، هناك البعض يطرح أن الجهود الدولية المبذولة الآن لا تتناسب مع حجم الكارثة والأزمة الإنسانية التي تمر بها اليمن، بالنسبة لك كيف تقيم مستوى الاستجابة من قبل المنظمات العاملة في المجال الإنساني والإغاثي؟ دعني أقول أن ما أوردته سيدة ريم من أن التدخل المنظمات الدولية في مجال الغذاء ليس كافيا وليس حلا لهذه الأزمة الإنسانية. إيقاف الحرب هو أطراف النزاع، سواء الأطراف اليمنيين أو دول التحالف العربي أو الدول الإقليمية الداعمة لهذا الطرف أو ذاك. هذه الحرب وما خلفتها من أزمات إنسانية، تدخل الأمم المتحدة، نحن ننتقد هذا التدخل لسبب، أولا إدارة التوزيع أو إدارة سوء توزيع إدارة الموارد لهذه للسكان المدنيين، إضافة إلى أنه الشركاء المحليين هنا يتعللون بعدم استطاعتهم الوصول إلى مناطق تشهد صراعا مسلحا. أقول إنه إذا كانت الأمم المتحدة بمنظماتها وخبرائها وناشطيها وغيره من هذه التسميات لا تستطيع الوصول إلى أماكن الصراع، فما الحاجة لهذه المنظمات الإنسانية إلا إذا كان ما الحاجة إليها إذا وهي لا تستطيع الوصول إلى هذه الأطراف المتضررة من الحرب؟ ونحن رأينا في الأسبوع الماضي مستشفيات الإنسانية وغيرها من
من رجالات الأمم المتحدة أو منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن تزور ميناء الحديدة ومدينة الحديدة، وهي تشهد صراعا عنيفا لم يؤثر كل ذلك على زيارة هؤلاء لمدينة الحديدة، وباستطاعتهم مع وصولهم توزيع هذه ما يمكن تقديمه من مساعدات لهؤلاء السكان، لكن لم نرى هذا هذه الأهمية في مناطق مثل تعز، مثل الجوف، مثل مناطق خصوصا خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، لم نرى أهمية لهذه المنظمات الدولية. أو طيب، شكرا جزيلا لك استاذ ياسر المليكي المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من تعز. اختم مع ضيفي من عدن الراصد في اللجنه الوطنيه للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الاستاذ غالب. تقييمك لمستوى الاستجابه من قبل المنظمات الدوليه والمنظمات العامله بالمجال الاغاثي وفق ما استمعت اليه ايضا من حديث الاخت ريم ندى المتحدثه باسم برنامج الغذاء العالمي والتصريحات التي نشهدها مؤخرا من قبل المجتمع الدولي. يا اخي الاخت ريم كانها تتحدث في عالم اخر، هي تتحدث عن 8 مليون استفادوا من برنامج الغذاء، تحدد المناطق التي تم استهدافها. نحن في الحديدة لم نرى برنامج الغذاء العالمي يصل، نحن في الحديدة ما رأيناه في برنامج الغذاء العالمي هو إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمي، واستمر يحترق المخازن، استمرت تحترق لمدة 3 أيام بفعل برنامج الغذاء العالمي مخزن المواد داخل مخازن دون توزيعها لمستحقيها. هي تتحدث عن عدم الوصول أو استطاعتهم للوصول إلى في المناطق المشتعلة، هذا غير صحيح، بينما مندوبي الأمم المتحدة وممثل الأمم المتحدة استطاع الوصول إلى ميناء الحديدة ووصل إلى الحديدة وهي مناطق مشتعلة، لماذا ممثل الأمم المتحدة استطاع الوصول بينما برنامج الغذاء العالمي لا يستطيع الوصول؟ برنامج الغذاء العالمي لا يستطيع الوصول إلى الخوخة وحيس والتحيتة وهي مناطق آمنة، هذا كلام غير صحيح. هي تتعذر بعدم الوصول والمناطق المشتعلة. للأسف برنامج الغذاء العالمي يباع في السوق السوداء لدى ميليشيات الحوثي، يباع ويصرف مجهود حربي لجبهات ميليشيات الحوثي، كان الأحرى بممثلة البرنامج. طيب أستاذ غالب، إذن المساعدات المقدمة من الغذاء العالمي وفق مشاهداتك أنت كراصد تباع في السوق السوداء، لكن في المقابل هل تصل مساعدات من برنامج الغذاء العالمي؟ هل فعلا هم فقط وبشكل مباشر من خلال عاملين في البرنامج يقومون بإيصال مساعدة أم يلجؤون لوسطاء محليين؟ هناك وسطاء محليين، لا يستطيع البرنامج الغذاء العالمي أو غيره، بالذات نحن في محافظة الحديدة في المديريات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي لا تستطيع أي منظمة أن تشتغل مباشرة إلا عن طريق وسطاء، والوسطاء هم وحدة تنفيذية تشرف عليها ميليشيات الحوثي. إذن المشكلة هي الوسطاء، ليس برنامج الغذاء العالمي. نعم، ليس برنامج الغذاء العالمي، والغذاء العالمي وإدارة برنامج الغذاء العالمي تعلم هذا، أنها تسلم المواد بشكل رسمي لميليشيات الحوثي لتوزعها، وهي تقوم ببيعها وتحويل مردودها إلى جبهات القتال. شكرا جزيلا لك غالب القديمي الراصد في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زاوية الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، في أمان الله.